المعلوم أننا إذا قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى نجد بأن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا في كتابه أخبار الأولين وأخبار النبيين والمرسلين الذين أرسلوا إلى أقوامهم، وذكر المعاناة والابتلاءات التي مر بها أولئك المصطفين الأخيار من خلق الله سبحانه وتعالى، مع أن دعوتهم دعوة واضحة، دعوة يتقبلها العقل وتتقبلها الفطرة. فكل الأنبياء والمرسلين ما أتوا إلا ليذكروا البشر ويذكروا الناس وأقوامهم بأن لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة بديهية يتقبلها العقل السليم والفطرة السليمة، لأنه لا يمكن أن يتوقع من هذا، من وراء هذا الكون المتقن البديع، إلا صانع واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك نفوس استهوتها الشياطين واتبعت الهوى فضلت وأضلت. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمثال هؤلاء كفرعون، هامان، قارون، قوم عاد، قوم ثمود، وإلى آخره. فمثال ذلك فرعون: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فعقله القاصر جعله يرى الظاهر، وكبرياؤه وتكبره وإعجابه بنفسه ظن بأن ما أوتي من الملك يؤهله للألوهية وأن يدعي بأنه هو الرب الأعلى. مع ذلك الله سبحانه وتعالى عندما أرسل إليه سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فالله سبحانه وتعالى رحيم.